عودة إلى جلسة مجلس النواب لهذا اليوم، ينضم معنا مباشرة من هناك مراسلنا سرمد الفاضل. سرمد، هل نحن على أعتاب التصويت على باقي مرشحي الوزارات الشاغرة؟ تفضل. يعني اولا دعيني ابدا من الاجراءات الامنيه داخل المنطقه الخضراء. هناك انتشار لفوج حمايه رئاسه الوزراء داخل المنطقه الخضراء وقرب التقاطعات، يعني هنالك دليل على مجيء رئيس الوزراء الى مجلس النواب في المنطقه الخضراء بنسبة كبيرة. يعني ربما يحضر رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى أنه موضوع هذا يستند على موضوع أنه رئيس الوزراء يستند على إمكانية تمرير هؤلاء المرشحين ما خلا وزارة التربية سفانة الحمداني، نظرا لأن الخلافات تحوم حول هذه المرشحة. لكن نتحدث عن ياسين أو نجاح الشمري وزيرة للدفاع، وكذلك فاروق أمين عثمان وزيرة للعدل، وكذلك نجاح العادل أم الشمري الأسماء. أنا أتحدث سرمد وفقا لكتاب رسمي صدر من رئاسة بالضبط نجاح الشمري، هذه هي الأسماء وصلتني قبل قليل من يعني نعم. أتحدث عن كتاب رسمي صدر مرفق برسالة من قبل رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب، طلب فيها في حال عدم تمرير هؤلاء المرشحين فسيعمد إلى ترشيح آخرين عن هؤلاء المرشحين، قال في نص الرسالة حتى وإن لم يرضى بعض النواب. وهذه يعني ما يعني بأن هناك خلافات تحوم حولها، وتؤكدها الخلافات حول وزارة التربية سفانة الحمداني وزيرة للتربية، هذه الخلافات هي تحوم حول هذه الوزيرة. لكن من المتوقع أن يمرون الثلاث المتبقين، نتحدث عن وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة العدل. وزارة العدل إلى حد ما محسومة وفقا لاتفاق كردي في أربيل على تشكيل الحكومة، و يعني إلى منصب محافظ كركوك إلى الاتحاد الوطني، وبموجب هذا الاتفاق ربما تمت انفراجه داخل الحزبين أو بين الحزبين الكرديين. لكن فيما يخص وزارة الدفاع هي الحصة معروفة للوطنية داخل تحالف الإصلاح والإعمار، إضافة إلى موضوع وزارة الداخلية ربما حسمتها الأطراف الشيعية فيما بينها، تحدث عن حصة تحالف البناء في هذا الموضوع، لكن ربما هذا المرشح هو مستقل. على أي حال نتحدث عن نقطة الخلاف حتى هذه اللحظة، هي وفق تسريبات لا ليس هناك شيء مؤكد بخصوص وزارة التربية، لكن حتى هذه اللحظة يقال بأنه ربما لن تمر وزارة التربية أو وزيرة التربية لن تمر على ضوء الخلافات الموجودة هنا داخل مجلس النواب، إضافة إلى الاعتراضات من قبل طيف واسع أو بعض الأطراف داخل مجلس النواب. يقال بأنه هناك أطراف نوت المقاطعة أو عدم الدخول، ربما الاعتراض على بعض المرشحين أو للسيارة الذاتية. حتى هذه اللحظة لم يتوضح المشهد بشكل كامل، لأن المجلس حتى هذه اللحظة لم يعقد جلسته، وبالتالي من المؤمل أن تتوضح الصورة أكثر بعد قليل عندما يعقد المجلس الجلسة المقررة اليوم. يعني هل وزيرة التربية التي كانت مرشحة سابقا هي ذاتها سفانة الحمداني التي رفض مجلس النواب يعني بعد أن قدمت استقالتها، هل هي ذاتها؟ يعني هي نفس المرشحة، وبالتالي هي حصلت على تأييد من مجلس النواب، لكن حتى هذه اللحظة هي لم تؤدي اليمين كوزير، وكذلك لم تنتظم في جلسات مجلس الوزراء، وبالتالي حتى هذه اللحظة هي ليست وزيرة. وإضافة إلى موضوع آخر يتعلق بوجود نصاب من عدمه في مسألة أو في ليلة توليها أو في ليلة إيلائها الوزارة، سائرون في مؤتمر صحفي سابق قالوا بأنه رئيس مجلس النواب خالف أو عمد إلى مخالفة الوقائع من حيث الاعتماد على نصاب لم يكن قانونيا في مسألة تنصيب هذه الوزيرة، وبالتالي هذه الخلافات تحوم حولها، إضافة إلى أنه هذه الخلافات هي داخل القاعة ذاتها، لكن نتحدث عن خلافات خارج القاعة بين أطراف سنية بعد الانشطار الأخير في تحالف المحور والانقسام إلى القوى، والمحور أيضا بقي في أو خرج منه يعني أعيد تشكيله، وبالتالي أصبح هناك تحالفين على الأقل حتى هذه اللحظة. هذه الخلافات هي ما تعرقل وصول سفان الحمداني أو حتى ربما غير سفان الحمداني، لا نتحدث عن شخص، نتحدث عن منصب ربما أو من المفترض أن يتم يعني إعطاء للكتل السنية بموجب الاتفاق وزارة شيعية 8 في حكومة عادل عبدين المهدي، 6 في الستة للسنة، وما تبقى يقتسم بين الأكراد وبقية المكونات على ضوء الاستحقاقات الانتخابية طبعا.
طيب هل يمكن أن يؤدي التصويت على الوزراء الأربع في حل حالة أزمة ملف الدرجات الخاصة ومناصب الوكالة، باعتبار أنه عادل عبد المهدي لا يود أو لا يرغب في إبقاء الوكالات والمناصب بالوكالة؟ يعني إلى حد ما موضوع الكابينة الوزارية مرتبط بشكل كبير بموضوع الوكالات، لكن هذا ليس له علاقة مباشرة. أتحدث عن علاقة مباشرة بشكل مؤكد، ليس له علاقة مباشرة، لا يعني أنه إذا ما حل موضوع الكابينة فبالتالي يجب أن تحل، لكن من المؤمل أن تحل موضوع الوكالات الخاصة، على اعتبار أن الانسجام السياسي إذا وصل إلى مراحل متقدمة فيما يتعلق بإنهاء معضلة أو معمعة الكابينة الحكومية و حصد أكثر عدد متوافق من النواب داخل القاعة أو داخل مجلس النواب لتمرير مرشحي عادل عبد المهدي الأربعة أو حتى ربما الثلاث، وطبعا لا نتوقع حسم اليوم كامل للوزارات الأربعة، ربما نتوقع اثنين أو ثلاث أو ربما واحد، يعني هذا وارد جدا، أو لا نتوقع أصلا حسم من الأصل والأساس، هذا وارد جدا، هذا فيما يخص الكابينة الحكومية. فيما يتعلق بالدرجات الخاصة، الموضوع جدا مطول معقد، نتحدث عن 5000 درجة وظيفية، وبالتالي هذه الدرجات لا يمكن أن تحسم بين ليلة وضحاها. نحن شاهدنا فقط في يوم تولي أو في يوم الانتهاء من الأمانة العامة، منصب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء، حدث ما حدث، هناك اعتراضات وانتقادات وتصاريح نيابية بشأن هؤلاء ومن ترشح وطبيعة عملهم وخبرتهم القانونية. فكيف إذا ما تحدثنا عن 5000 درجة وظيفية موزعة في الهيكل الإداري للدولة بشكل طيب عام في كل المحافظات وفي كل الوزارات؟ ما هي الأصداء حول المعارضة البرلمانية داخل مجلس النواب؟ هل هنالك أصداء إيجابية أم سلبية تجاه المعارضة؟ الفريق الذي عارض، ونتحدث عن الحكمة وربما بانضمام النصر إليه، يعني يصبح العدد 40 أو 45 أو أقل بذلك من ذلك بقليل، هؤلاء هم مؤيدين ويعني موضوعهم بشكل منتهي إلى حد ما، على اعتبار أنه هم من اختاروا المعارضة وبالتالي هم لم يمثلون في الكابينة سواء بإرادتهم أو ربما باقتسام المناصب أو لم تكن الحكومة على مقاساتهم، يعني نتحدث عن 22 وزارة فقط، وبالتالي الحكومات السابقة نتحدث عن 30 35 28، هذه الأرقام يعني أرقام كبيرة جدا. هذا جانب. الجانب الآخر، من لم يدخل في خيمة أو تحت خيمة المعارضة، تحدث عن الأطراف الأخرى التي راقبت نشوء هذه المعارضة داخل مجلس النواب، تحدث ربما عن تحالف فتح، التحالف الأبرز في مجلس النواب يضم عدة كتل نيابية داخل مجلس النواب، أيدوا بشكل إلى حد ما أيدوا وجود معارضة لأنها ستكون تقويمية كما قالوا، لا يجب أن تنحرف عن أدائها أو عن ما رسمت له في مسألة المعارضة التقويمية، وبالتالي المعارضة التقويمية هم قالوا بأنه يجب أن تكون هناك معارضة، إلا لم يمثلوا في داخل مجلس الوزراء، بالتالي يعارضون تقويميا، وربما أيضا نتوقع انضمام مزيد من النواب من داخل تحالف فتح كما قالت نعم سرمد الفاضل مراسلنا من داخل قبة البرلمان، لكن ربما كنت معنا، شكرا جزيلا لك.